هذا ما قامت به الفرقة الوطنية في قضية الجنس مقابل النقاط بمدينة ستات. عرفت قضية ما بات يعرف بالجنس مقابل النقط مستجدات طارئة، من ضمنها إعفاءات وتعليق وحدتين بالكلية. وذكرت مصادر إعلامية متطابقة أن التحقيقات التي تباشرها لجنة مركزية من وزارة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات أطاحت بمسؤولين داخل الجهاز البيداغوجي للكلية. وفي هذا السياق قررت المفتشية العامة التي أوفدتها الوزارة الوصية تعليق عمل وحدتين للماستر مع إعفاء منسقها، ويتعلق الأمر بأستاذ رئيس شعبة القانون العام بالكلية الذي يجري التحقيق معه من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في واقعة المحادثات الجنسية، وكذا أستاذ منسق ماستر المالية العامة الذي أثير اسمه أيضا في التحقيقات التي تباشرها المفتشية العامة للوزارة. وفي ذات الإطار تتابع الوزارة المعنية ما بات يعرف بملف الجنس مقابل النقط، والذي تحول إلى قضية رأي عام بعد أن اتخذت التحقيقات بشأنه مستوى إداري تباشرها لجنة التفتيش المركزية، وآخر قضائي تنجزه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما شهدت القضية تطورات متسارعة بعد الاستماع إلى 3 أساتذة و7 طالبات ضحايا. وكان الأسبوع الماضي قد عرف حلول المفتش العام لقطاع التعليم العالي محمد سعيد العلج بالمؤسسة الجامعية لسطات، حيث أشرف على مراجعة برنامج النقاط وقائمة المستفيدين من ولوج سلك الماستر ومدى توفرهم على المعايير البيداغوجية والقانونية للتسجيل بهذه الوحدات. كما اطلع المفتش العام على الوثائق وأوراق التصحيح ومدى مطابقتها لأسماء موضوع البحث. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.